تصرفات خطيرة. الجانب اللي أمامنا السريع سريع خطرة، هدف التعادل، هدف التعادل، هدف التعادل بقى في كرة ملعوبة في منتهى الخطورة، الكرات العرضية الخطيرة. وادي أمامنا هنا السعادة، لأن الناحية اللي فيها الجانب اليمين أمامنا شوف التحرك. وادي أمامنا هنا الهدف لهذا اللاعب، أمامنا اللاعب كلوتي، أمامنا إيمانويل كلوتي، لعيب سريع مميز جدا، وأيضا اللاعب الممتاز جدا اللاعب سلمون أشانتي، عشان يأتي التعادل في الدقيقة 29 من عرضية بدون جماهيرهم بيلعبوا، لكن بيلعبوا كورة جيدة جدا. ادي امامنا هنا شوف السرعة، شوف السرعة هنا، ضرب صبر رحيل العرضية ودفاع الزمالك مش موجود، ومن الوضع طائرا على طول يأتي اليها اللاعب اللي دائما وابدا هو يملك الحلول، اللاعب إيمانويل كلوتي اللي